السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الصف الأول الثانوي. كنت سبتكم آخر مرة مع امتحان، وطبعا نحب نشكر الناس اللي حققت المراكز الأولى، ياسا ماجد، نيرة محمد، عمر حاتم، أسماء رضا، مينا عماد، أحمد، نورة يوسف، عمر امتحن مرتين، وكريلس كرولوس وائل لطفي. تمام، فشكرا للناس. طبعا بقيت الناس الدرجات انت الامتحان مفتوح ليك، تقدر تعيده اكتر من مرة، فلو انت عرفت اخطائك فوت يوم يومين وارجع امتحن تاني وجرب، وانت كده في كل الاحوال بتمرن نفسك على الاسئلة، فالامتحان مفتوح وتقدر تعيده اكتر من مرة. تمام كده. طيب برضو كنت سبتكم مع السؤال ده، خلينا احنا بادين باسئلة، معلش. المرة اخر مرة كنا فيها مع بعض كنا رسمنا الرسمة دي وقلنا لو أنا عندي عضيتين A و B وعندي عمليتين اللي هي واحد واتنين، تمام؟ يعني أنا عندي العضي، أوكي، لو أنا عندي العضيات اللي هو العضي رقم واحد، العضي رقم A لتر A ولتر B، وعندي العملية رقم واحد ورقم اتنين، تقدر تقولي إيه هو واحد، إيه هو A وإيه هو B وإيه هو واحد وإيه هو اتنين؟ ها؟ يلا شوف الإجابات بتاعتكو. طب خلينا نحل كده مع بعض. يبقى أنا العضي إيه عندي هو مين؟ العضي اللي هو إيه هيبقى البلاستيدات الخضراء. طيب وعرفتها منين؟ عرفت من إن الضوء جاي عليها. مين اللي قلنا عنده القدرة إن هو يستفيد من ضوء الشمس ويحول الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية على هيئة روابط؟ الكلام ده كله مين؟ ها؟ كان الكلام على البلاستيدات الخضراء. حلوة قوي. طيب البلاستيدات الخضراء، امشي بقى بقية الكلام. البلاستيدات الخضراء أخذت الضوء بتاع الشمس وراحت محولاه بعملية البناء الضوئي إلى جلوكوز وأكسجين. طيب مين تاني واحد يقدر يستفيد من الكلام ده؟ الميتوكوندريا، هتروح واخدة الجلوكوز وتبتدي تعمل عملية الأكسدة اللي هتطلع الطاقة اللي هي الـ ATP، تمام؟ وبعدين يخرج عندي نواتج بقى اللي هو التنفس اللي هو ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء اللي بيستفيد منه النبات مرة أخرى في عملية البناء الضوئي وهكذا. يبقى عندي العملية واحد هي أكسدة الجلوكوز أو اللي هو عملية الحرق أو التنفس الخلوي أيا ما يكون المصطلح، ورقم اتنين اللي هي عملية البناء الضوئي. خلاص أنا رتبت لكم السؤال ده اللي احنا كنا رسمناه كده عشوائي على السلايد، ف يعني حبيت إن هو يكون مترتب قدامكم. طيب خلينا نبتدي بقى النهاردة، عايزين ناخد مع بعض كده أول خطوة أو آخر خطوة بقى في منهج الترم الأولاني، هو الباب الثاني الفصل الثالث الأنسجة، وهنبتدي بالأنسجة النباتية. طيب عايزين نجاوب على 4 أسئلة. أول حاجة، إيه هو النسيج؟ إيه هي أنواع الأنسجة؟ هنفرق ما بين أنسجة بسيطة ومركبة. هنتكلم على الأنسجة البسيطة في النبات والأنسجة المركبة في النبات. مش أنا لسه بقول لك أنواع الأنسجة، في عندي بسيطة ومركبة، يبقى أنا هتكلم على الأنسجة البسيطة في النبات والمركبة في النبات، اللي هي النسيج البرانشيمي، كولينشيمي، سكلرانشيمي، والمركبة اللي هي أوعية الخشب واللحاق. طبعا حضرتك تسمع الكلام ده وتلاقي نفسك تنحت، اللي هو إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ مين التعويذة اللي أنتوا بتقولوها دي؟ خلي بالك أي حاجة أنت بتسمعها لأول مرة بتبقى غريبة على ودنك، ولكن تكرار ان انت تسمع وتتكلم عن الحاجة دي وتقرأ عن الحاجة دي هتلاقي نفسك ألفت الكلام ده وبقى بالنسبة لك سهل. فطبيعي ان انت لو بتسمع الكلام ده او الاسامي دي اول مرة انك تحس ان الاسم صعب او ان الاسم تقيل، لكن تكرار ان انت تسمعه مرة وتحكي مع صاحبك ولا تحكي مع زميلتك في مرة وتكتب الإجابة مرة، تقرأ سؤال في مرة، تلاقي نفسك مخك استوعب المسميات دي كلها وبقت الدنيا سهلة. فبسطوها على نفسكم عشان تلاقي الدنيا كويسة. في أول درس خالص خالص في الأحياء اتكلمنا إن جسم الكائن الحي بيتكون من عدد من الأجهزة، زي الجهاز الهضمي، زي الجهاز التنفسي، زي الجهاز الحركي وهكذا. كل جهاز بيتكون من مجموعة أعضاء مختلفة ولكن بتتكامل وتتعاون مع بعض لأداء وظيفتها، زي مثلا الجهاز الهضمي عندك الفم، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء، كل دي أجزاء مختلفة ولكن بتتعاون وتتكامل مع بعض لأداء وظيفتها. طب امسك عضو زي بقك كده، الفم، هل الأسنان زي اللسان زي اللعاب؟ لا، كل واحد من الجزء، كل جزء من العضو ده اللي هو الأنسجة مختلفة
وبرضه بتقوم بوظائف محددة. طب امسك النسيج بقى، النسيج بيتكون من ايه؟ من خلايا، واحنا كنا اتكلمنا عن الخلايا بالتفصيل في الدرسين اللي فاتوا، وقلنا ان الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي، وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي. يعني لو دي خلية يبقى النسيج عبارة عن ايه؟ مجموعة خلايا. طيب يبقى العضو عبارة عن ايه؟ مجموعة أنسجة. ويبقى الجهاز عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا مجموعة أعضاء زي الجهاز الهضمي. ويبقى جسم الكائن الحي هو إجمالا مجموعة الأجهزة اللي بتتعاون مع بعض الايه؟ للحفاظ عليك على قيد الحياة والبقاء. يبقى أنا لو جيت سألتك، ها ما هو النسيج؟ بص الصورة اللي قدامك نفس اللي احنا كنا بنشرح فيه، الخلية شوية خلايا، ودي بقى الحتة اللي تهمني، شوية خلايا هتدينا نسيج، شوية أنسجة هتدينا ده ايه كده؟ الكبد ده يعتبر ايه؟ يعتبر عضو، لأن الكبد مجموعة من الأنسجة المختلفة. يعني أنت عندك الكبد فيه أنسجة، فيه دم، في اللي هي الأوعية الدموية اللي داخلة وخارجة منه، غير الخلايا نفسها بتاعت الكبد اللي بتقوم بوظائف مختلفة وهكذا. يعني انت لو مسكت الكبد هتلاقي ان هو مجموعة من الأنسجة المختلفة. يبقى الكبد هقول عليه عضو، هقول عليه عضو زي المعدة عضو، زي القلب عضو. ليه قلت عليه عضو؟ لأنه بيتكون من مجموعة ايه؟ أنسجة. لأنه بيتكون من مجموعة أنسجة. يبقى تاني، ما هو النسيج؟ ها بوجهة نظرك بقى إجابة السؤال ده ببساطة، ما هو النسيج؟ تمام. يبقى أنا عندي النسيج هو مجموعة من الخلايا، خلي بالك بقى، مجموعة من الخلايا المتخصصة. ليه؟ إحنا بنبتدي بس بني آدم بيبتدي خلية واحدة صح؟ اللي هي الإيه؟ الزايجوت. الخلية دي تبتدي تنقسم وتنقسم وتنقسم وهكذا. فالخلية دي، الخلية الواحدة اللي أنت ابتديت بيها دي، هي اللي هتدي الشعر والجلد والعين والودان واللسان والضوافر والعظم وكل حاجة. يبقى ازاي خلية واحدة هتدي كل الأنواع دي؟ بيحصل حاجة اسمها التمايز. يعني ايه التمايز؟ يعني الخلايا دي بتنمو وتبتدي تتخصص. يعني تمايز اللي هي اختلاف بمعنى تخصص، انها بتبتدي تنمو وتتطور وتتخصص لأداء وظيفة معينة. زي مثلا قدامي خلايا الدم الحمراء، زي مثلا الخلايا العصبية، زي الخلايا العضلية، كل دول نشأوا بالخلية الأولى اللي أنت ابتديت بيها، ولكن لما تميزت وتخصصت بقى عندي خلايا الدم الحمراء اللي ليها دور في إنها بتحمل إيه؟ الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. الخلايا العصبية اللي ليها دور في إنها تنقل السيال العصبي، وخلي بالك إن الإشارة العصبية بتتحرك من عند جسم الخلية إلى الطرف الناحية التانية ناحية المحور وهكذا، ليها اتجاه واحد، الإشارة بتمشي في اتجاه. عند الخلايا العضلية كان عندها قدرة على الانقباض والانبساط، وبالتالي بتولد لحضرتك الحركة أو اللي هي الطاقة الميكانيكية اللي بتعينك على الحركة وهكذا. يبقى النسيج هو مجموعة من الخلايا المتخصصة، خلاص عرفت وظيفتها وعرفت دورها في جسمك إيه، التي تعمل مع لأداء وظيفة واحدة. يبقى الكلمتين دول بيساووا بعض، بما إنها متخصصة يبقى هي بتؤدي إيه؟ وظيفة محددة. يبقى تاني، احنا دلوقتي عندنا خلية، طب شوية خلايا، مجموعة خلايا هتدي أنسجة. الأنسجة دي أسأل نفسي، الخلايا دي لو شبه بعض يبقى اسمه نسيج بسيط، لو الخلايا دي مختلفة يبقى اسمه نسيج مركب. وهنتكلم على الأنسجة في النبات وفي الإنسان. حلو، تعالى نتكلم على الأنسجة البسيطة في النبات. الشكل اللي قدامي ده، طيب ده نسيج بسيط. اه نسيج بسيط ليه؟ نفس شكل الخلية اللي قدامي. طيب الخلية دي، تعالى كده نقرأ الصورة اللي قدامنا. في عندي هنا الحتة مثلا دي، في مسافات بينية، يعني بين الخلايا في مسافات، وزي ما انت شايف كده ان الجدار رقيق. طب وإيه كمان؟ برضو لو بصيت كده في فجوة كبيرة. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الأنسجة البسيطة في النبات، عشان ما حدش يتوه، بنتكلم على الأنسجة البسيطة في النبات. طيب
الصورة اللي قدامي تاني، خلايا جدارها رقيق، ادي واحدة. شايف ايه كمان؟ شايف، بص هنا، مسافات بينية. طب وايه كمان؟ الحبيبات اللي لونها موف دي، ارجع كده بالذاكرة، ايه اللي لما كنا بنحط عليه ايودين بيتحول للون الازرق؟ طب وايه كمان؟ فجوة كبيرة. وخلي بالك، قد تحتوي على، ها، قد تحتوي على ايه؟ على بلاستيدات خضراء. قد تحتوي على ايه؟ على بلاستيدات خضراء. بلاستيدات. طيب دي قرايتي للصورة اللي قدامي. النسيج ده اسمه نسيج برانشيمي. اسمه ايه؟ برانشيمي. طيب النسيج البرانشيمي ده نسيج غير متميز في النبات. الخلايا ديت دي اقلهم في التميز، تقدر ان هي تتميز بعد كده لانواع خلايا تانية اللي هنتكلم عنها، ولكن خلينا نتكلم عن اهميتها من اللي انا شايفاه بالعقل كده. فيها بلاستيدات، لو فيها بلاستيدات يبقى هيكون ليها دور في عملية البناء الضوئي، انا بتكلم في وظيفتها واهميتها. عندها فجوة كبيرة يبقى ليها دور في التخزين، النبات هيستخدمها في ان هو يخزن. هيخزن ايه النبات؟ خزن غذائه. ايه هو غذائه؟ اللي هو النشا، وده تفسيري للنقاط اللي لونها ازرق او موف اللي قدامي. طيب عندها جدار رقيق، ده بيسمح بان هي يسهل التبادل معاها، ان هي تبتدي اللي هي مخزنه تخرجه او انها تدخل مواد وتخزنها، وكمان ده اللي مخلي ان هي ليس لها شكل محدد. هتلاقي شكلها بيضاوي، هتلاقي شكلها مكسر كده، الشكل اللي قدامك شكلها مش مستقيم، مش تمت الاستدارة، او مش مستطيلة، او مش ليها شكل مضلع زي مثلا الخلايا النباتية اللي انت خدتها في الرسمة الايديال بتاعتها. طيب في مسافات بينية بين الخلايا، دي ليها دور في التهوية. يبقى انا اول نوع من الخلايا بتكلم عنه اسمه ايه؟ خلايا برانشيمية. طيب الخلايا البرانشيمية من الصورة اللي قدامي فيها مسافات تعمل تهوية، جدارها رقيق فمخلي شكلها مش محدد، ممكن يبقى بيضاوي، ممكن يبقى مضلع زي ما انت شايف كده. طيب عندها فجوات كبيرة فليها دور في التخزين. وحتة كمان خدت بالي منها، النقط اللي موجودة دي دليل على وجود النشا اللي هي مخزنة. قد تحتوي على بلاستيدات ساعات يعني، فلو فيها بلاستيدات يبقى ليها دور في عملية البناء الضوئي. صعب الكلام؟ يبقى انت الكلام كله سهل، انا بس عايز الايه؟ الاسم برانشيمية. خلاص كده؟ طيب اسألك سؤال، لو انت فهمت الصورة اللي فاتت دي برضو خلايا برانشيمية، لكن لو انا جيت مثلا على خلية ورحت مغلطة الجدار بتاعها كده، يعني انا هاخد الخلية دي مثلا كمثال، يعني انا مش هقعد الون كل الخلايا، بس انا عشان اوصل لك الفكره، لو انا جيت سالتك في الامتحان ورحت مغلظه الجدار ده كده وقلت لك هنا في بلاستيدات، تمام، واجي اسالك هذه الخلايا تساهم في عمليه البناء الضوئي، ايه رايك؟ ها تاني، مش احنا السلايد اللي فات قلنا ان الخلايا البرانشيمية قد تحتوي على بلاستيدات وبالتالي ليها دور في عملية البناء الضوئي؟ انا بقى جيت في السؤال هنا، جبت لك خلايا برانشيمية وكل حاجة، بس زودت السمك بتاع الجدار وجواها بلاستيدات، وبقول لك ان الخلايا دي بتساهم في عملية البناء الضوئي، ايه رأيك؟ هل الكلام ده صح ولا لا؟ تعالى انا موضح لك الاجابة وموضح لك انا بسأل على ايه، بس عايزين نشوف التفكير. ها في حصص المراجعات، ماشي حاضر، ممكن نعمل لكم لينك زي السنة اللي فاتت كده، وكل اللي عنده سؤال يبعته وهنرد عليه إن شاء الله، مفيش مشكلة. البايو وخاصة الأنسجة والخلايا مهمة في التشريح، بمعنى فهميني قصدك. المراجعات المفروض إن هي الأسبوع اللي جاي وبعديه بالكتير. الميتوكوندريا بنسميها يا شهد بيت الطاقة، فهي دورها ان هي بتعمل اكسدة الجلوكوز او التنفس الهوائي، وبتعمل على انطلاق الطاقة اللي هو الاي تي بي.
هتلاقي الميتوكوندريا مذكورة عندك في أول درس مع الكربوهيدرات، لما كنا بنتكلم عن أهمية الكربوهيدرات في انطلاق الطاقة والحصول على الطاقة، تمام؟ هيتراجع على كله إن شاء الله. أحسنتي دكتور يارا. طيب تمام، يبقى زي ما دكتور يارا كده قالت لك، لأ هي عندها بلاستيدات وكل حاجة، ولكن بسبب سمك الجدار هي مش هتقدر تشارك في عملية البناء الضوئي. خدت بالك احنا في السلايد اللي فات لما قلنا ان جدارها رقيق، صح؟ طب الجدار الرقيق ده كان هيسمح بنفاذ الضوء للخلية وبالتالي تساهم في عملية البناء الضوئي، ولكن لو انا جيت غلظت الجدار بتاعها وخليت الجدار فيه سمك كبير، هل هيقدر الضوء ان هو ينفذ الى داخل النبات ويعمل عملية البناء الضوئي؟ لا. تمام كده. طيب تعالى اللي بعده. يبقى نقدر نقول ان الانسجه في النبات بسيطه ومركبه. النسيج البسيط، هنبتدي بالنسيج البرانشيمي. هو نسيج حي. يعني ايه حي؟ يعني الخليه هنا محتفظه بكل مكوناتها، عندها نواه، عندها سيتوبلازم، عندها كل العضيات، عندها كل حاجه موجوده، ماشي؟ طيب الخلايا هنا بيضاويه الشكل لان جدارها رقيق. ايه الوظائف؟ فاكر اللي احنا قريناه من شويه؟ طيب بتقدر ان هي تخزن اختزان المواد الغذائيه كالنشا، وطبعا قلنا ده بسبب وجود الفجوات، ده كان بسبب وجود الفجوات العصاريه، تمام. طيب تاني حاجه البناء الضوئي، وقلنا ان ده بسبب وجود البلاستيدات ان وجدت. اخر حاجه عندي التهويه، وده كان بسبب وجود المسافات البينيه، تمام. طيب تعالى النسيج التاني. هو احنا رسمنا النسيج الاولاني اللي هو النسيج البرانشيمي، عملنا خلايا الجدار بتاعها رقيق وكان في بينها مسافات بينية. ايه اللي هيحصل؟ ان انا هيجي عندي هيبقى في مادة السليلوز هتبتدي ترسب على الجزء الخارجي بشكل غير منتظم، فده بيخلي الخلية شكلها مضلع، بيخلي الخلية شكلها مضلع، تمام. طيب النسيج اللي هو بيكون شكله مضلع بالمنظر ده، عارف كده الكرفس او النبات الاخضر لما بيكون الساق بتاعته، الساق النامية دي بتكون ناشفة شوية. طيب ده بيكون بسبب ايه؟ بسبب وجود عندي نوع من النسيج او الخلايا اللي بسميها الخلايا الكولينشيمية. يبقى النوع التاني اللي انا هتكلم عنه اسمه النسيج الكولينشيمي. زي ما انت شايف في الصورة كده، هي برضو خلية حية عندها نواة وسيتوبلازم وفجوة وكل حاجة، ولكن هيبتدي يرسب عندها ايه؟ الجدار الخلوي هيكون مغلظ، مغلظ بمادة ايه؟ بمادة السليلوز، تمام كده؟ طيب ده بيفيدني في ايه؟ احنا قلنا ان هو نسيج حي، الخلايا بتاعته بتبقى مستطيلة بعض الشيء، وان الجدران بتكون مغلظة بشكل غير منتظم بمادة السليلوز. طيب ايه الوظيفة بتاعته؟ النبات عندي هنا او الخلايا دي ابتدت ان هي تكون مغلظة بمادة السليلوز، يبقى اكيد ليها دور في تدعيم النبات، بتوفر الدعامة وبتوفر القوة الميكانيكية. يعني ايه القوة الميكانيكية؟ شفت كده النبات لما الهواء بيشد شوية، مش النبات بيبتدي يتحرك يمين وشمال ويرجع لمكانه، ان هو بيكون إلاستيك. فهي دي القوة الميكانيكية للنبات اللي تخلي النبات يقدر يرجع لوضعه الطبيعي، يعتدل من غير ما يتكسر او يتني مع الهواء، تمام. فبالتالي هلاقيه برضو بيوفر الليونة والمرونة للأجزاء النامية من النبات. يبقى لو جيت قلت لك مين اللي هيساعد النبات على مثلا مقاومة الهواء، يبقى النسيج الايه؟ الكولينشين. خلي بالك ان ده نسيج حي. طيب الجزء اللي بعده، لو انا عندي بقى الخلايا دي ابتدى يرسب كمان جواها مادة اللجنين، مادة تانية، عارف كده زي ما يبقى عندي حائط وانا عايز الحائط ده يبقى اقوى، فرحت حط عليه طبقة جبس، لا مش كفاية، رحت حط عليه كمان طبقة اسمنت عشان يبقى قوي جدا. فالخلايا دي بسميها الخلايا الاسكلرنشيمية، تمام. الخلايا الاسكلرنشيمية دي بتبقى هنا الخلايا كمان مش بس مغلظة بالسليلوز، لا دي كمان هتبقى مغلظة بمادة الايه؟ اللجنين. مادة اللجنين وهي بتترسب جوه هتبتدي ان هي تتسبب في ان الخلية دي ما تبقاش حية، الخلية تفقد محتوى البروتوبلازم بتاعها، وبيسموا الخلايا الاسكلرنشيمية دي في نوع منها اللي هي الخلايا الحجرية، عارف كده زي المكسرات، اللوز والبندق والحاجات القشر الصلبة قوي دي. فبقول لك هنا لها جداران اولي وثانوي، الاولي اللي هو السليلوز والثانوي اللي هو مترسب عليه ماده اللجنين. بما ان عندي هنا ترسيب كتير قوي جوه وبره، فاكيد هي ليها دور في ايه؟ في تقويه النبات وتدعيمه وحمايه الانسجه الداخليه، تمام. طيب نلخص الثلاث انسجه مع بعض. افكرك تاني، احنا قلنا خليه، شويه خلايا مع بعض بقى اسمها نسيج. لو الخلايا دي متشابهة بقى اسمه نسيج بسيط، ولو الخلايا دي مختلفة سميناه ايه؟
مركب. احنا مسكنا النسيج البسيط في النبات، اتكلمنا عن 3 أمثلة، واحد البرانشيمي وقلنا ان ده اقلهم في التخصص واللي يقدر يدي الانواع التانية. برانشيمي ابسطهم، البرانشيم عنده فراغات هوائية اللي هي المسافات البينية، فده بيساعد على التهوية. طب يترسب عليه من بره السليلوس، خدت بالك هنا كان شكله غير منتظم وشكله بيضاوي، لكن هنا بقى شكله فيه استطالة شوية، فده النسيج الايه؟ الكولينشيمي. الكولينشيمي ترسب عليه السليلوز وابتدى يديني اللي هي الايه؟ الدعامة، وبالذات الميكانيكية اللي زي ما قلت لك ان هو النبات يقدر يتحرك مع الهواء من غير ما ينكسر. طيب راح مترسب عليه طبقة كمان من جوه اللي هي الليجنين، فبقى عندي نسيج سكلارنشيمي، وزي ما انت شايف كده التجويف ده هو الحتة اللي فاضلة من الخلية اللي كان المفروض فيها البروتوبلازم اللي اتحلل وروح. طب ايه الفرق ما بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت؟ انت عندك النبات كده، لو انا جيت خدت قطاع عرضي بالعرض، عارف زي ما تمسك خيارة كده وتقطعها سلايس ترنشات كده وتبقى بتبص عليها من فوق، اهو ده اللي هو القطاع العرضي اللي قدامك ده. لكن لو مسكتها كده ورحت قطعاها بالطول هيبقى الشكل اللي قدامك ده اللي هو شكل رقم 2، ماشي؟ فبرضه حضرتك وانت بتذاكر لازم يبقى عندك تخيل للقطاع الطولي شكله ايه والقطاع العرضي شكله ايه. طب تعالى نلخص الدنيا تاني، احنا بنتكلم على الانسجة النباتية انهي؟ البسيط. اسم النسيج خدت 3، خدت البرانشيمي، خدت الكولينشيمي، خدت الاسكلارنشيمي. طيب الموقع الخاص، الاقي النسيج البرانشيمي فين؟ في الاجزاء الرخوة من النبات زي السقان والاوراق والجذور. طب الكولينشيمي اسفل عروق الاوراق والسقان الصغيرة اللي قلنا بيدعمها. طب الاسكلارنشيمي هلاقيه في قشرة، هلاقيه في السقان، في الاوراق، في الحزم الوعائية دي اللي هنتكلم عنها يوم الخميس مع مسوها، في الاجزاء الاخرى زي الثمار، في الكمثرى، وهكذا. ارجع للنسيج البرانشيمي، ايه وظيفته؟ هيخش في البناء الضوئي لو كان فيه بلاستيدات، بيخزن المياه والمغذيات، وخلي بالك المغذيات في النبات انا بتكلم على النشا، افراز العصاره لان هي اصلا فجوات عصاريه، المساعده في تبادل الغازات، وفكره ان جدارها رقيق وان في بين الخلايا مسافات بينيه بتساعد على التهويه. طيب النسيج الكولينشيمي جدران خلويه سميكه ذات طبقات غير منتظمه، وبيكون اللي ترسب فيها السليلوز بشكل غير منتظم. لكن الاسكلارنشيمي هيكون عندي اهم حاجه وجود الليجنين اللي بيترسب جوه بيتسبب في ان مكونات الخلايا بتتحلل، طيب اللي هو البروتوبلازم، الخليه بتفقد البروتوبلازم بتاعها. الشكل او التركيب اللي بيحدد النسيج، قال لك ان الخلايا هنا بتكون مستديره ولكن غير تامه الاستداره، فبيكون ليها اشكال اخرى ممكن تكون بيضاويه، قد تحتوي على بلاستيدات خضراء، فجوه عصاريه كبيره، ممكن تتميز لاداء وظائف مختلفه، فهي اقلهم في التخصص، أقل الأنسجة دي في التخصص. طيب النسيج الكولينشيمي بيكون يعني مستطيل أكتر، وده بسبب السليلوز اللي اترسب على الجدار من بره، فبيخلي الخلايا شكلها طولي مستطيل أو مضلع. طب النسيج الاسكلارنشيمي تتفاوت الخلايا في الحجم والشكل والتركيب حسب مكان تواجدها في النبات، لأن لما تكبروا شوية تعرفوا إن في منها ألياف ومنها الخلايا المتحجرة وهكذا. طيب النسيج في الخلايا البرانشيمية نسيج حي، ومعنى حي ان هو بيحتفظ بالبروتوبلازم بتاعه، النواة، السيتوبلازم، العضيات، مفيش مشكلة. نفس الكلام بالنسبة للنسيج الايه؟ الكولينشيمي. طب والاسكلارنشيمي غير حي وعادة عند اكتمال النضوج، يعني هتلاقيه احنا قلنا ده في البداية، ده والنبات بيكبر شوية علشان يديله دعامة، فغالبا ده هتلاقيه لما يكون النبات ايه؟ نضج واكتمل عشان يبتدي يحمي الاجزاء الداخلية كمان من النبات. طيب خلينا نحل على الكلام ده، افكرك بس تاني، ده برانشيمي ككولينشيمي والاس كلارنشيمي، فمقطع شيمي ده متكرر معاكي، برانشيمي كولينشيمي والاس كلارنشيمي. طب تعالى نحل الشكل الاولاني، بقول سوري السؤال الاولاني بقول لك النسيج الكولينشيمي من الانسجه المركبه والذي يساعد في تدعيم النبات وتقويته. خلي بالك العباره لما تكون جزئين او 3 ايام ما يكون، لو جزء منهم غلط يبقى العبارة كلها غلط. طبعا دي من البديهيات اللي احنا قلناها قبل كده. كولينشيم، اسأل نفسي النسيج الكولينشيمي هل هو نسيج مركب؟ احنا لسه اصلا ما اتكلمناش في انسجة مركبة. يساعد في تدعيم النبات؟ اه، ولكن مركب دي غلط، يبقى هقول ان العبارة ايه؟ خطأ. جميل. طيب تعالى السؤال اللي بعده، النسيج الاسكلارنشيمي
النسيج الاسكلرنشيمي يتكون من خلايا مغلظة الجدران ومغطاة بمادة اللجنين. اللي سأل ايه هي مادة اللجنين؟ هي مادة زي السليلوز اترسبت على النبات. عارف كده زي ما قلت لك مثلا احنا الحيطة في جبس واسمنت والحاجات دي كلها، اعتبر ان هي دي المواد اللي بنغلظ بيها الجدار في النبات عشان يقوي. فزي ما عندي في مادة اسمها سليلوز، هيمي سليلوز، لجنين، بكتين، في اسامي كتيرة قوي. فانت الاسمين اللي اتكرروا معاك اسم السليلوز واسم اللجنين. فمادة السليلوز اتكونت بالزيادة على الأركان في اللي هي الإيه؟ الخلايا الكولينشيمية، والخلايا السكلرانشيمية اترسب فيها مادة اللجنين، واللي أدت إلى تحلل المادة الإيه؟ البروتوبلازما والمادة الحية، وبالتالي الخلايا السكلرانشيمية خلايا غير حية. فهو بيسألني هنا النسيج السكلرانشيمي يتكون من خلايا مغلظة الجدران؟ آه. طيب مغطاة بمادة اللجنين؟ أيوة. لها جدران ثانوية؟ اه، هي عندها جدار أولي وجدار ثانوي اللي هو السلوز واللجنين. يبقى العبارة اللي قدامي دي عبارة صحيحة. طيب تعالى السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند إضافة صبغة اليود لهذا النسيج؟ النسيج اللي قدامك مين اللي كان شكل خلايا بسيطة أوي بالمنظر ده؟ ده النسيج الإيه؟ البرانشيمي. طيب أنا قلت لك إن النسيج البرانشيمي بيتميز بوجود إيه؟ فجوات، والفجوات دي بتخزن جواها الغذاء والمية والعصارة. طيب الغذاء بتاع النبات ايه اللي لو حطيت عليه صبغة اليود هيتغير لونه؟ فها ايه رأيك، ماذا يحدث عند إضافة صبغة اليود لخلايا هذا النسيج؟ طيب ممتاز، زي ما انتوا جاوبتوا ان اللون هيبتدي يتحول للأزرق نتيجة وجود النشا. كويس جدا. يبقى انا دلوقتي هقول لنفسي ده نسيج برانشيمي. نسيج برانشيمي يعني فجوات، يعني تخزين غذاء، النبات بيخزن نشا. ويبقى لو حطيت صبغة اليود هيتحول اللون للون الايه؟ الازرق الداكن نتيجة وجود النشا. تمام جدا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا قدامي شكل واحد واثنين وثلاثة، مين في دول هيتميز بوجود خلايا تخزينية للسكريات المعقدة؟ وانت بتجاوب قول لي واحد كذا، يعني واحد السؤال اللي هي رقم واحد دي، واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ اتنين يقابلها انهي رقم في دول؟ تلاتة يقابلها انهي رقم في دول؟ أربعة يقابلها انهي رقم في دول؟ طيب أول واحد بيقول لي يتميز بوجود خلايا تخزينية للسكريات المعقدة. السكريات المعقدة هنا يبقى هو بيكلمك في إيه؟ في النشا. إيه اللي قدامي ده أصلا؟ دي ثمرة كمثرى، وده كرفس، العود بتاع الكرفس، ودي درنة بطاطس. تمام. طيب مين في دول هيتميز بوجود خلايا تخزينية للنشا، يعني نشويات، يعني سكريات معقدة؟ مين فيهم هيتميز بوجود خلايا مغلظة بالسليلوز فقط عشان تعمل له دعامة؟ طيب مين في دول هيتميز بوجود خلايا تخزينية للسكريات البسيطة؟ مين في دول هيتميز بوجود خلايا اسكلرانشيمية اللي هي قلنا الخلايا الصلبة اللي بيترسب فيها اللجنين والسيلولوز؟ ها ايه رأيك؟ طيب تمام. يبقى أنا عندي هنا لو هقرن كل رقم برقم، أنا عندي رقم ثلاثة البطاطس الخلايا بتاعتها اللي هي الخلايا اللي بتخزن النشا. يبقى أنا عندي هنا رقم واحد مع ثلاثة اللي هي الخلايا اللي بتخزن السكريات المعقدة. طيب رقم اتنين مين اللي قلنا إن هو في الصقان النامية علشان يديها دعامة ويديها الدعامة اللي هي الميكانيكية بحيث إن هي تقدر تتحمل؟ خلي بالك إن السمك بتاع طبقة السليلوز كمان بيختلف لو الرياح شدت، أو لو مثلا النبات ده مزروع في مكان فيه حيوانات بتتحرك أو كده عشان يدي دعامة وحماية للنبات. يبقى مين اللي عنده سليلوز فقط؟ هيبقى الكرفس اللي هي رقم اتنين. طيب الكمثرى هنا، الكمثرى القلب بتاع الكمثرى ده الجزء الصلب اللي موجود هنا، ما دام قلت صلب يبقى انا بتكلم عن الخلايا الايه؟ الخلايا السكلرانشيمية. طيب
بيقول لي تعرف على نوع النسيج أمامك ووضح دوره. لسه قايلين الكرفس والبقدونس الصقان اللي هي الناشفة شوية دي. يبقى أنا عندي هنا الخلايا اللي قدامي دي زي الشكل اللي قدامك. الخلايا دي تعتبر خلايا إيه؟ أنهي نوع من الأنسجة؟ تاني إحنا اتكلمنا في 3 أنواع، النسيج اللي هو البرونشيمي والكولينشيمي والسكلارانشيمي، يبقى ده أنهي نوع؟ وإيه أهميته بالنسبة للنبات؟ طيب تمام، النسيج اللي قدامي نسيج كولينشيمي، واحنا اتفقنا ان هو بيعمل دعامة وبالذات اللي هي المقاومة الميكانيكية للنبات. جميل. طيب الشكل التاني او الصورة التانية بيقول لي دي درنة بطاطس والخلايا زي ما انت شايفها كده خلايا، وفي بينها مسافات بينية، المسافات البينية اللي موجودة هنا وعندها فجوات كبيرة اللي هي بتخزن فيها وهكذا. يبقى ده نسيج ايه؟ تمام، ده النسيج البرونشيمي. ودوره واهميته انت عرفت، مدام هو بيسأل على الأهمية بتاعته، مدام عنده فجوة كبيرة يبقى تخزين، مدام عنده المسافات البينية اللي بين الخلايا يبقى تهوية وهكذا. طيب النسيج الثالث لسه قايلين الموجود في ثمرة الكمثرى، يبقى النسيج اللي قدامي زي الشكل اللي قدامك كده متغلظ باتنين بالسيلوز واللجنين، يبقى ده النسيج أنهي؟ ده النسيج الاسكلارانشيمي، وطبعا بيقدم أو بيوفر للنبات إيه؟ الدعامة والتقوية. النسيج البرانشيمي يتشكل من خلايا حية بيضاوية الشكل. البرانشيمي خلايا حية صح بيضاوية تمام، إذ يمكن أن تحتوي على بلاستيدات خضراء وبالتالي تقوم بعملية بناء ضوئي. ممكن يكون فيها بلاستيدات فتقوم بعملية البناء الضوئي، يبقى برضو دي عبارة إيه؟ صحيح، لأن كل الأجزاء بتاعت السؤال صحيح. ربنا ييسر لكم ويوفقكم إن شاء الله، وشكرا على وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.